حول هذا الموضوع معنا سعادة الأستاذة مريم عدنان الأنصاري، الوكيل المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستثمار في الأراضي الحكومية. أهلا بك. هل تحدثين عن الفرص الاستثمارية التي توفرها منصة استثمار الأراضي الحكومية على هامش معرض سيتيسكيب البحرين العقاري؟ أهلا مرحبا أختي، ومساء الخير لجميع المشاهدين. طبعا فيما يخص منصة استثمار الأراضي الحكومية، فهي أحد مبادرات خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين، وهي ضمن المبادرات الرامية لتسهيل الإجراءات التجارية تحديدا. الفكرة من إنشاء المنصة هي لتسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص والمستثمرين بالتحديد، فهي بمثابة محطة واحدة يقوم من خلال المستثمرين بتصفح كافة الفرص الاستثمارية الموجودة للانتفاع بالعقارات الحكومية. نعم. وتوفر لهم طبعا المعلومات المهمة اللي تخص العقارات هذه المطروحة للاستثمار، من مثل مواقعها، تصانيفها، مساحاتها، والغرض المطلوب من الاستثمار. وطبعا نعم تفضلي سيدة مريم. لا أختي، بس بغيت أوضح بأن المنصة تم إطلاقها في أبريل من العام الجاري، وفرت فرص استثمارية مختلفة في مختلف المجالات، منها المجال التجاري والتعليم والترفيهي. ويعني من أبرز الجوانب الإيجابية اللي لمسناها من المنصة هي أن هي سهلت الإجراءات واختصرتها، وعززت أيضا مستوى الشفافية بحيث أن هي طرحت العقارات أمام الجميع للتنافس. نعم. وأخيرا وأهم في الموضوع أن هي قدمت خدمات نوعية للمواطنين. نعم، معرض سيتيسكيب البحرين العقاري 2022 ماذا يمثله هذا يعني كحدث بهذا الحجم وتلك المشاركة الواسعة، طبعا فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية التي تعرض عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية؟ لا شك أختي بأن المعرض هو الأكبر من نوعه فيما يخص القطاع العقاري في المنطقة، وشهدنا مشاركات واسعة من داخل وخارج المملكة، فحبينا نحن نغتنم هذه الفرصة الفريدة لإطلاق حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية على الأراضي الحكومية، شملت عقارات في مختلف محافظات المملكة وأيضا في مختلف القطاعات الاستثمارية. نعم. وختاما يعني أود أن أنتهز هذه الفرصة لدعوة كل المستثمرين لزيارة الموقع للاطلاع على الفرص الاستثمارية الموجودة. وفي النهاية أود أن أؤكد أن حكومة مملكة البحرين ملتزمة في تسهيل كافة المحفزات لتشجيع القطاع الخاص إيمانا بدورهم الفاعل في التنمية الاقتصادية. نعم سعادة الأستاذة مريم عدنان الأنصاري، الوكيلة المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستثمار في الأراضي الحكومية، شكرا جزيلا لك.